السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نديكم معايا لواحد المجازة خاصة بالسيراميك بالباركي، يعني فيها كل شيء تقريبا. غادي تختاروا معايا جليج اللي غادي ندير في الكوزينة، وايضا القاغيط اللي كيدار في الحائط. خليكم معايا. هنا جينا كان جبنا معنا قطعة من الرخام اللي درت في الكوزينة، وكنجرب معاه السيراميك اللي غادي يجي. اصلا هو داك زلال حتى هذا جا زوين، والله موديرن دابا. اذا بو بيتزا وكاين هذا، اذا بو بيتزا يا غزال مارك يوزي ده بوزوماز همان. هادي ماركه ديالو زوينه. كاين هذا الموديل، هذا المتر ديالو داير 49 ليره. كاين هذا حتى هو، هذا تاو دير 47، دير 60 الثمن الاولاني ديالو، دابا ردو 47. المهم كاين حتى هذا، ها هو كيفاش غيجي. هذا حتى طبو داكس، هذا حتى هو زوين باك. انت شوف من بعيد بو بها فرح كوستيرس. ها هذا احسن، هذا احسن، هذا غادي يغمق لي اللون، هذا احسن. فكرم şunu sevdim ama çok karışık olabilir. Şunda biraz daha farklı mesela. Sade. O fil beyaz bize fazla beyaz var da. Açsın böyle şu iftihli elbün değil. Şunu kaldırıyorum. Kaldı. Sen kaldırır mısın? Evet, uzbeğinin film stili. Ana taraf dairet sildi. Jili jil mağrib. Böyle ki mağdiş yijini. Ana mağa şükürli. Mağa yijiniş ana mağa hada. Kim hada? تمام جهاد قد ايش شنو دابا كلم شو موديل وكاين هذا تاعدا جا شويه مجهد وكاين سامبل البيض ديال هاد الكحلين هادو تما زوينين سامبل بالحق تمام هما هنا الموديلات ديال الكوزينات اللي كاين فيهم هذاك الجليج اللي شفتو معايا. ها هو زعما كيفاش كيجي الشكل النهائي، ها هو انا اللي بقيت محتاره فيه. ها هو كيفاش كيجي في الكوزينه. كاين هذا المربع ديالو كيف قلت لكم، وكاين هذا الطويل، ولكن جا مع هذا فاتح جا احسن. شفتو كيفاش داير؟ ولكن هذا ماشي رخام، هذا داير بحال العود. هذا كيتاثر من بعد بالفعل الحراره، ما تقدريش تحطي فوق منه البوطه. واخا كيجي في الشكل زوين، ولكن ما يمكنش تحطي فوق منه، قلت لكم البوطه، ما يمكنش تحطي فوق منه الطنجره كوكو شي حاجه سخونه. غزال قولوني يعني كيبان زوين. واش عندي شي دابا البوطه؟ غزال شيو غزال غزال مولان. نشوفو من بعيد وزاكتان باكالون يا بها. غزال شي بروبليم بالسنجه زوين شوك ميور يو غزال. لا يعني ما كيعيش العين بزاف. لا زوين غزال يجي مع لو تام، عيني بزين تام تارس. يجي تارس، يجي مستيليزم. يو شوف كيف 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 نحطوه نشوفه. حتى هاد البيض السامبل يجي زوين مع ديك الرخامة. هذا كاع داري لي غير 20 ليرة للمتر، رخيص. الاخر 60 ليرة للمتر. ها هو تا هو هذا كيفاش كيجي، تا هو كيجي سامبل، تا هو كيجي زوين. كيجي مع هذا، الا كان هذا غامق يجي مع هذا. الثمن ديالو تا هو مناسب، ولكن انا جاني هذا لانه حتى الصباغه صابغه الكوزينة بالكري بارد بحال هذا الكري هذا اللي هنا. كيبان لكم في هادو بارد واحد القري. نوريكم موديلات ديال الكوزينة بلا ما جاب الخامة. أنا جيت، أنا جيت. صباح باش نشوفو زعما كيفاش غتجي. هذا
Cazuel? Şu zaten çok görünmeyecek. Bunlar gözükecek. Ha. Ha, ودك جلي جلي الشمعي لهي. ها الكوزينه كيفاش كيفاش كيجي يعني؟ هذا زوين، هذا زوين ما بانش ليا لهي. غنجيبو تا واحد رخامه نشوفو كيفاش غايجي. انت غزال اصلا تا هو زوين يعني. شو ده هادي؟ شنو كنالره بيدها حاصل دير ولا ما جزال لزوان. مهم عطوني نتوما الراي ديالكم. من بعد جيت لهاد المجازة هادي اللي فيها القاغد ديال الحيط وفيها الباركي. المهم انا الباركي كملت اختاريته، درتو زعما بدلت الباركي ديال الدار كامله، بقى لي غير القاغد ديال الحيط. هاد الكتالوج فيه انواع ديال الورق اللي كيدار في الحائط. هاد الكتالوج هادو هما الموديلات اللي فيه. هادو كيجيو موديلات شويه تقليديه، كيبغي يجي معاهم فراش اللي هو كلاسيكي يكون فيهم هاد الموديلات. هادو كيبغي الدريه، كيبغي فهمتو، كيبغي فراش يكون بحال هكا. هذا انا ما كنفضلوش، كنفضل حاجه تكون سامبل. ها هو في موديلات مختلفة. هانجي ايرينغ هذا في الوان مختلفة. هادو تا هما ما كيديروش مع الماء، عندهم بزاف ديال المزايا، تقدروا تغسلوهم وكل شيء. ها هما بلدم هذا وداكزا هما تشوف هذا Aşkım, bu olur ama çok sade olur. Ha. Bu güzel. Şu. Ha. Bunu seç. Ben yani de bunu seç. Çok 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 farklı olur. Bak şuradaki ize bak. Bak şunu katladım şöyle. Ha. Bak bunlar çok kendini fark etmez. Mesela şu sade. Çok beyaz. Hadi kızım, şu, ama şu yani diyor böyle insanlar bakacak diyecek ki bu yani duvar çok. Yani karışık renkler. Ya bu farklı bir değil şey. Mi? Farklı hadi bir şey. Kaç kilo komaj. Kapılarda beyaz olursa muhteşem olur. Muhteşem, evet. Yani. Şunlar da çok kahve. Şu mesela yani şunlar da güzel ama. Aa, green. O da güzelmiş. Ama yani, bizim seramik yani falan. Şu biraz bir farklı durur. Bak şu. Farklı durur. Hem de bizim seramikle çok güzel evet. Olur değil mi? Şu firma daha şeyli, kaliteli gibi. Ha. Evet. Bunlar bizim tarzımız değil. Evet. Yok değil ama öyle genel olarak bakıyoruz. Evet. Şunlar da aynı ama bunların motifler daha büyük. Hadi o motifli falan evet. Kibar şuraya. Yani ben onu daha çok sevdim öbürünü. İlk modeli ben de onu. انا دخلت دابا للدار جبت معايا هذا الكتالوج. هذا الكتالوج ديال القاعد ديال الحيط دوار كات. المهم هاد الماركه هذه كانت ديال زوينه بالنسبه حتى للناس اللي باغين ياخذوا افكار على الجليج. هادو زعما المزايا ديالو. المهم هاد الكتالوج هادو هما الموديلات اللي فيه. فيه هادو اللي مخطين، فيه السامبل، فيه انا مثلا كنبغي هاد الدرجات هادشي اللي سامبل. كاين هادو ما هادو كيبغيو الفراش ديالهم، كيبغيو داكشي كلشي يكون تقليدي. كاين هاد الموديلات اللي ما كنصحكمش بهم. المهم هادو كيجوني انا غتملوا منهم فواحد الوقت. كاين هادو مي هادو كيبانوا 3 دي يعني كيبانوا فحال الحجر. هادو تا هو موديل، هاد الجوج هادو تما موديلات زوينين ولكن ما بينينش. انا غنوريكم الشكل الكبير ديالهم. ممكن بزاف ديال الموديلات انا اللي اختاريت كنظن يكون هذا اولا هذا. ما بغيتش شي حاجه تكون معيقه، بغيت ندير غير في شي كوان. المهم موديلات هنا ديال الكوزينات على شكل القهوه، على شكل هذا. المهم كاتالوج ماشي هكا، ما دير لكم هادو طروفه حقيقيين من
القاغيط. المهم هو كيفاش كيجي كيبينوا لكم. حاجه اللي زوينه عجبتني فيهم انهم كيدير لك واحد الجنب هنا صفحه اللي تحت منها اللون اللي تقدري تناسقيه معاه. فمثلا ديري البلاصه كامله بهذا سامبل وتجي غير لواحد الحيط وتديري هكا بلي موتيف بحال هنايا مثلا. هذه في كوزينه عندي غير هذا الحيط هذا وهذه البارتي هذه اللي دايرين فيها هذا. ما هذه المشكله ديالهم هانتوما بلاص. نوريكم في الجنب باش ما يبانش. هانتوما هذا كيتقشر. هذه المشكله ديالو. هادو العاديه اللي كيكونوا في الماركت في كوشطاش في ايكيا في ماركت مختلفه. هادو كيف قلت لكم ها كيتقشروا مع الوقت. يعني انا تجربه في هذا عندي في في, في الكولوار في المراح. ها انتم كامل مقشر كنجي نمسحو يعني لانه كيطبع. ها انتم كيف كتشوفوا معايا كله كيتقشر. شوفوا كيفاش كيتقشر. كنجي نمسح هنا وهذا خصوصا لتحت كامل تقشر ليا. كنجي نمسحو بزاف هاد البلاصه فكامل كيتقشر مع الماء. الطبقه ديالو رقيقه كيف كتشوفوا رقيق بزاف. هذا مازال ديال الكوزينه زوين. هذا كله كيتقشر. المهم هادو دايرين شويه الثمن. هذه ماركه زوينه يعني انا نخلي لكم الاسم ديال الماركه هي هذه. فهذه دايره شويه الثمن ولكن علاش؟ لانه في بزاف ديال المزايا. ديروهم في بلاصه فيها الشمس بزاف. ديروهم تغسلوه بالماء هذا كي دارته في الحمامات يعني تغسل بزاف ديال هادو. ما عرفتش واش صباغه واش تقلعوا بسهوله ما عرفتش. المهم ماشي مهمين. اللي مهمه انه واخا يكون ضارب فيه الشمس يعني قدامه شي بالكون ولا شي حاجه داخله ليه الشمس يوميا ما كيطرى ليه والو. ما كيتقشر ما كيتغير ليه لونه ما حتى شي حاجه. وهذا يعني تغسلوه مزيان. المهم هذا في الزرق نفس الموديل. عاوتاني داري لكم معاه هنايا اللي يجي معاه. المهم كاملين بحال هكا. انا هذا هو الشكل اللي اختاريت يكون بحال شكل توب. بغيت نديرو بحال شكل توب. حتى انا ما غنديروش في بلاصه كامله. غنديرو غير في شي كوان بحال هكا كيف قلت لكم غير في دي كوان ماشي في البلايص كاملين. هادو موديلات سامبل كيجيو بحال اللي ما كيبغيش يعيق. عاوتاني كاين هاد الموديلات هادو ولكن كيف قلت لكم كيبغيو انكم هذا ماشي اوراق غير تصاور. هادو اللي تصاور. اما هادو حقيقيين يعني هاد راه قاغط حقيقي باش كيوريكم كيفاش كيجي. يعني هذا كاتالوج ولكن كيف قلت لكم هادشي كيبقى شويه تقليدي. كاين هاد الموديلات هادو ما كنصحكمش بهم عن تجربه لانه الواحد كيمل منهم. هادو هما اللي ولاو دابا يعني ما كتعيقيش بالباركي اصلا. باركي انا تالفه مع الباركي. ما كتعيقيش بسميتو. كاينين هادو اولا الواحد يقدر يدير هذا مثلا ويهرس شي بلايصه بهذه الا بغى. الا كان داير فراش اللي هو كلاسيك ماشي تقليدي كلاسيك. فوالا هذا مثلا وهذا يجي معاه لانه نفس تقريبا. المهم نعطيكم موديلات مختلفه باش ما نبقاوش في كاين اللي هكا. هما كيفاش كيبينوا لكم كيفاش كيجيو. هما اللي قلت لكم يعني هاد الموديلات هادو بحال هكا كيبغيو فراش يكون كلاسيكي بحال هكا. انا الفراش كلاسيكي بصراحه بعد المرات يعني كنمل منه. بعد المرات كيعجبني ولكن صراحه كي خصك ديري كلشي فهاد الصفار وهذا واحد النهار كيطلع لك فراسك شويه. المهم عطوني رايكم نتوما. انا يعني اللي قلت لكم كنفضل انني غندير حاليا شي حاجه بحال هكا ما غنديرهاش في بلايص كثار. المهم عثمانو كيبان بحال هكا هو راه كيبان غير خفيف يعني باش ما يجيش دار كلها غير مصبوغه باش ما تجيش كلها بلون واحد. هاد الالوان هادو ما كنفضلش الحيط يكون في قهوي. هادو حتى هما ما كيجيني شويه معربيين بصراحه.
حتى هذا الزرق ديالو زوين صراحة. شوفي كيبان من بعيد بحال ثوب، بحال القماش، حتى الخضر ديالو انا عجبوني هذا بصراحة، كنفضلهم على هادو اللي اصلا ما بقاش كيف قلت لكم موضة هذا ديال القاغيط، اللي ولاو كيديروا كاع غير في الكولوار، اما في البيوت ما بقاوش كيدخلوه بزاف الا كان صالون كبير، كانت عندك مساحة كبيرة. عاوتاني على الستيل، على حسب الستيل ديال الغرفة واش كيجي ولا لا، ماشي نقولوا عاوتاني ما بقاش ولا لا. يعني باش ما نعممش، يعني اللي ما بقاش هما بحال هكا، يعني شوفوا معايا واحد الحيط كامل غيكون بحال هكا يعني غيغمق لسباس. فهمتوا زعما الفكره ديالي؟ بلاصه كامله بحال هكا بلي موتيف، عاد كاين اللي كيديروا في اسباس واحد، في شامبو وحده كيديروا بزاف ديال الحيوطه ما كيجيش. هذا بالالوان ديالو بدرجات مختلفه، قهوي، البيج، كاين هذا بحالو حتى هو، غير هما مخطين طول. ها هو كيفاش كيجي من بعيد، هذا هو اللي وريتكم في البدايه ديال الفيديو، هذا كيبان بحال الخشب ها هو كيفاش كيجي. هادو يجيو زعما الكوزينه، يجيو شي بلاصه بحال هكا متعلقه، حتى في كافي كتشوفو هادو كيديروهم بزاف بحال هكا، يكون غير حيط واحد جهه واحده والارض تكون بواحد الباركي اللي هو عنده حتى هو نفس العلاقه. هادو حتى هما فهمتو، هذا الكوزينه او المطعم، هو هذا اللي جاي في هذا الحيط. هذا شوف كيفاش داير الثوب ديالو، داير بحال الثوب تماما. هادو راه ماشي، هادو راه محفورين بلاتي، خصني نوريكم، راه كيبانو بحال حقيقيين. راه التليفون راه مبينش الصورة، هادو راه محفورين فيه، ماشي يعني كتقيسهم، يعني كتلمسهم، غير حتى في الفيديو مبيناش الصورة. هادو اللي كيجيو كيف قلت لكم هكا على شكل حجر، هادو كيدارو في بالكون مع هادو ماشي مشكل، كيدارو حتى في الشمس، كلهم نفس الشيء، يتغسلو يتصبغو كلشي ديرو ليهم. فوالا هادشي اللي كاين. المهم هاهما لقيت دوك لي لوغو اللي دايرين، يعني وسط دايرينهم يعني هنايا، كل واحد دايرين من أربعة ولا خمسة ديال لي لوغو، هاهما شنو كيعنيو. كيف قلت لكم لافابل كاين اللي دايرين فيهم ثلاثه الخيوط، يعني سوبر لافابل تغسلوه يعني مزيان، فخي لافابل تحكوه كاع، كل واحد يعني لاش كيليق كولي لو مور، كل واحد كيفاش كيتستعمل. دايرينو بلغات مختلفه، بون ريزيستانس على لوميير، ريزيستانس كوريكت على لوميير، فوالا هادشي اللي كاين. المهم انا في الاخر كنظن اختاريت واحد من يعني هادو اللي في البدايه، اللي هو انا بغيت يكون واحد من هادو يكون بيج او لف هذا القهوي هذا، وغنديرو كيف قلت لكم غير في بلايص اللي هما قلال، غير في دي كوان. المهم عطوني الراي ديالكم، وبهذا الشكل هذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش تخليو لي التعليق ديالكم وتعطوني
زعما شنو الجليج اللي جا مزيان مع الرخام، خصوصا انه كان عندي جليج، كان عندي الرخامه في الكحل وكان كيبقى لي فيها كيف قلت لكم كان كيبقى لها تراس يعني ديال اي حاجه خليتي فيها الكحل، عرفتوا؟ واخا كتقولوا الكحل انه ما كيبانش فيه اكثر من الابيض، ولكن الجليج الكحل والرخام الكحل كيبان فيه لا تراس اكثر. ما تنساوش خليوا لي في التعاليق اشنو الجليج اللي بان لكم، واش هذا ولا هذا ولا هذا. يلا بسلام عليكم، تلقاو في الفيديو الجاي. بالنسبه قبل ما ننسى، بالنسبه للبيبان ديال الكوزينه يعني البلاكارات فهما في قريب بارد، وبالنسبه لهذا الروبيني هذا البلاصه ديال لافابو فما فيهاش يعني هادو، يعني غير جا الوسط غارق. نقول لكم كيفاش جا بحال هذا الشكل، غير هو كاري وغارق بزاف بحال هذا الشكل غارق، يعني سامبل ما فيهش هذا في الجنب، ما فيش هاد العبادي في الجنب، ماشي بحال هكا يعني جا غارق، ما فيش جوج، فيه غير وحده الوسط فهاد اللون هذا فهاد الكري هذا. يلا بسلام عليكم.